السلام عليكم. وينبغي أن تعلم أن أعظم الدين حسن الظن برب العالمين، أن كنه الدين، عظمة الدين في قلبك أن تحسن الظن برب العالمين. قدمتم من وقت مبكر، صليت أنت في هذا المسجد صلاتين، بينهما استمعت إلى درس في القرآن، أيا كانت نية قائله هذا بينه وبين ربه، لكن بالنسبة لك توضأت في بيتك، أتيت إلى هنا، جلست بين صلاتين وأثنيت ركبتيك، وغيرك منشغل بغير هذا. والله لو صنعتها لمخلوق لاستحيا منك، فكيف وقد عبدت بها رب العالمين جل جلاله. ثق على يقين من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا جاء أحد تدل على الطاعة، تدل على الخير، تريد أن تقسم الشر في نفسه وتحثه على الخير، على أن يغلب هواه وعاندك، فقل له إن الله يقول وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. لا يمكن أن يضيع الله، لا أحد أصدق من الله. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا يخبر عن ذاته لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله إن أقرب الناس إليك وألصقهم بك قد يضيع بعض أمرك وينسى بعض كلمك ويفوت عليه بعض عطاياك، لكن ما تصنع تفعله تقوله تعمله وتريد به وجه الله، والله لا يمكن أن يضيع ولو كان حبة خردل. فالله لا أحد أصدق منه وعدا ولا أصدق منه قيلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فيأتيك، وهذا وارد، من يهون هذا الأمر في عينيك في نفسك، ومن يريد أن يقوض أركانك ويضعف إيمانك ويحول بينك وبين الطاعة تغلبه إذا عظم يقينك بوعد الله. فإن قل يقينك بوعد الله فأنت وهو سواء، لم يعد له فضل عليك، لكن إنما دفع المؤمنين إلى الطاعات أحجم بالمؤمنين عن المحظورات عظيم ثقتهم ويقينهم بأن الله لن يضيع شيئا مما عملوه يريدون به ابتغاء وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، وقال ربنا ولا يظلمون نقيراً.